حاجة يا دكتور؟ بتدور على حاجة؟ بتدور على ايه وانا ساعدك؟ انت تسكتي خالص. حاضر. انت فتحت الدولاب ده؟ لا. وانا برص فيه الغسيل. يبقى انت اللي سرقتيها. يعلم ربنا، عمري ما سرقت حاجة ولا مديت ايدي على حاجة مش بتاعتي. ما راحت فين بس؟ انا كده هتأخر. هتتأخر على إيه؟ هو أنت خارج؟ طبعاً، أنا عندي امتحان. امتحان إيه؟ امتحان القبول. طب قولي بس أنت بتدور على إيه؟ يمكن أنا اللي شايلاه؟ المريالة بتاعتي. أنا مش هقدر أروح الامتحان من غير المريالة، مش هيرضوا يدخلوني. سلامتك يا دكتور. سلامتي من إيه؟ أنا كويس. بس النهاردة الجمعة والامتحان يوم السبت. بتضحكي عليا. النهاردة السبت. أنت مش بقيت شاطر وبتعرف تقرأ؟ تعال معايا. تعال. بص على النتيجة كده. النهاردة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. النهاردة الجمعة. شفت بقى؟ تعالى يلا على سريرك ونام. بكرة الصبح صحيك بدري واكوي لك المريلة وتروح الامتحان. طيب بس اوعي اوعي تروح عليا النوم. لا ما تخافش، 6 الصبح هصحيك واكوي لك المريلة وتروح الامتحان. ايه يا صاحبتي دي؟ باشا خير يا مدام، انا لسه على الشيفت بتاعي ساعة. بعرف، انا بس عم اتفرج عليك. زي ما تحبي. تعرف اذا انقطعت الكهرباء او المي للعموميين من تحت راسك الدولة رح تصلحهم على حسابنا، وهودا طبعا رح يكلفوا مبالغ كتير كبيرة ونحن ما بنقدر ندفعهم. ما تخافيش يا مدام، انا عارف انا بعمل ايه. ان شاء الله. شو بيه؟ ليه وقفت شغل؟ كمل. سيادتك واقفة يعني، وأنا ما تعودتش أشتغل وحد واقف فوق راسي. أوكي، لكن أنا رح فل. خلص اللي بإيدك. كويس إنك جيت بسرعة يا دكتور. إزاي بقى؟ ده أبويا، أنا عايز أشوفه. يا حبيبي يا بابا. يا دكتور. يا حبيبي. يا دكتور. يا حبيبي يا بابا. يا دكتور. بابا بابا حبيبي. انت جيت يا سري. ازيك يا حبيبي؟ تعال ابوس على ابوك. وحشتني. ازيك وازي اولادك؟ الحمد لله يا بابا، انا كويس. حضرتك ما شاء الله زي الفل اهو. الحمد لله يا ابني. ازاي منى؟ ما بتكلمنيش ليه؟
ثواني يا بابا، هرد على حضرتك. محمدة تعالي معايا، عايزك. ايه اللي بيحصل ده؟ انت اتصلتي بيا ليه؟ اصله كان عاوز يروح المدرسة. ما يروح. نعم؟ يروح فين يا دكتور؟ قصدي هو بيعمل الحاجات دي، ساعات عايز يروح المدرسة، ساعات زعلان عشان جدي ضربه، ده طبيعي جدا في حالته. أنا كنت فاكرك فاهمة الكلام ده. لا والله ما كنت أعرف. أم حمادة، إحنا جايبينك هنا وبنديلك فلوس كويسة عشان ما نشغلش نفسنا بمشاكل بابا. لو أنت مش هتقدري قولي لي. لا هقدر، بس أنا ما كنتش أعرف. نمرة التليفون اللي معاكي دي ما تتصليش بيا فيها إلا في حالة واحدة بس، مفهوم؟ آسفة ما كنتش أقصد. أنا المرة دي هعديها لك، إنما المرة الجاية مش هينفع. كريستال؟ كريستال. مالح أكلم إخواتي؟ ده أنا حتى اتصلت باللي في أمريكا. ألو؟ أيوة يا منى. لا يا حبيبتي، كما كنت، طلع بلاك كاذب. رايحة فين؟ رايحة أفتح الباب. أنا عزمت لك؟ لا. خلاص ارجعي مكان ما كنت. طب واللي على الباب؟ سيبك من الباب واللي على السيف، تغوري مع الله. مين؟ أنا عواطف. افتح يا رجب. عايز ايه عواطف؟ عايز ايه عواطف؟ عايز اتكلم معاك كلمتين. ايه في يا رجب؟ مفيش كلام بيني وبينك، الكلام خلاص بح. بقولك ايه؟ رح اصطر نفسك، خلينا نتكلم. طول عمري بقول عليك راجل عاقل. وابنك لحس نافوخي خلاني ضربت. ليه؟ هو ابني اللي كان صورها ولا ابني اللي كان رقصها ولا ابني اللي كان وزع صورها؟ يا بس الناس كانت ساكتة وانا ما كنتش عارف حاجة. ابنك خلاها على عينك يا تاجر، عايز ايه اكتر من كده؟ اقسم بالله العظيم ان انا لولا عامل حساب الجيرة لكنت موتته. خلاص بقى سيبك من ابني، قطع ابني وسنينه. انا جاية طيب خاطرك، قولي اتفضلي عواطف. لا مش هقولك يا عواطف. عايزه تدخلي يا عواطف زوقيني وخش، وانا هصوت والم عليك الناس واقول جايه تتهجم عليا. تصدق انك راجل ناقص وانا غلطانه اني جايه حنين قلبك على بنتك؟ انا غلطانه ان انا عبرتك في الجزمه. Что случилось? Я думаю, что это испортил Хамада. Хамада? Хамада! Я أكيد هو السبب. أصلاً قلبك كان نازل. حمادة قطعت الكهرباء والمي، ولا بيعلم شو نزعت كمان. لازم نحرق ايدنا من النار، تعرف انه النار بتحرق. بدل المرة قلت لك ألف مرة، الشغلة اللي ما بتفهم فيها ما تمد ايدك عليها. الله تبقى فتحة خير علينا كلنا. قلبي معاك يا رجب يا اخويا. عيال ولا كلب. الناس دي ايه؟ الاخلاق خلاص اتشالت من صدورها؟ بنت زي الفل. اخلاق ايه وادب ايه؟ مفيش بعد كده. يوم يعملوا معاها كده؟ هنعمل ايه يا معلم فرغلي؟ لا كنت بقول يعني يا معلم فرغلي،
ان انا ليا شو يعني ان احنا نقطع لسنت الناس دي وعشمي انك كنت تساعدني في الحكايه دي. انا معاك، قول لي انت عايز ايه وانا من عيني دي ومن عيني دي. يعني كنت بقول يعني ان احنا نعلن ميعاد الفرح ونعمل زيطه وزمبليطه كده عشان كل حي يحط لسانه جوه بقه. عين العقل. بس انت عارف ولا مؤاخذه ان ال 2000 جنيه اللي كانوا معايا خدهم سعيد وطار. ولا يهمك. 2000 جنيه ايه وبتاع ايه؟ اذا كنت انت يعني بتتكلم على الشبكه والمهر والحاجات دي، لا لا ما تقلقش بالك خالص. لا لا لا، ازاي؟ احنا برضو هنعمل اللي علينا. انت عشره عمر يا رجب يا اخويا، وعزه بنت اصول، لو كان علي انا اتقلها بالذهب. والله زمان يا عماد، فين اما كنت طول الوقت داخل خارج علينا؟ طبخه ايه النهارده يا ام عبد الله؟ اعملي لي سندوتش يا ام عبد الله. من ساعه سعيد ما سافر لا بتسال ولا حد شافك. الدنيا تلاها يا ام عبده، هو مفيش اخبار عن سعيد؟ يا سلام، من اللي يسال التاني؟ ابدا، من ساعه انت ما قلت لاسماعيل انه سافر ولا اتصل ولا حتى بعت جواب على ورقه زفرة يطمنا عليه. الواد ده معاش ربيه. ما تقوليش كده، سعيد ده ابن حلال، ادعي له انت بس ربنا كده اهو يفتحها عليه، دي احلى دعوه. يا رب اللهم امين، ربنا يسهل لك سكتك يا ابن ابويا. متشكرين. هو ايه اللي بيحصل في الحاره ده؟ قصدك ايه؟ موضوع عزه يعني، البنت اختفت، لا شايفها في الرايحة ولا في الجاية. اشرب نارك يا عبد الله يا ابن بطني. البنت ابوها حبسها في البيت، لا بتخرج ولا بتدخل، وعمال يسل عليها ضرب في الراحة والجاية. لا حول الله. والبنت كانت عملت ايه يعني؟ بنت عبيطة، والله بنت عبيطة. حتى يصور الصور اللي هي مصوراها دي، صور اللي كان مصورها ست ولا راجل. طب انت ما جربتيش تكلمي رجب؟ ما انت ليكي دلال عليه من ساعة ما وقفتي جنبه في موت امه. جربت وطلعت له، بس بعيد عنك، الراجل ايه مخه اتلحس خالص خالص، معذور، ما هي لحمه برضه. استنى يا بنت. حاضر. اسمعوا كلكم، انا نزلت المعلم فرغالي عشان اتفق معاه على ميعاد الفرح عشان نخلص من الحكايه دي بقى ونرتاح. اللي تشوفه صح اعمله يا اخويا. ونعم الكلام يابا، خلي الحكايه دي تتقفل بقى. وانت ما بترديش ليه؟ اللي تشوفوه هو انا ليا راي. شوف البنت. ما تقصدش، هي تقصد يعني ان الراي رايك والشوره شورتك. اعملي غدا بكره، انا عازم فرغالي وابنه عشان نحدد ميعاد، انا عايزه الخميس الجاي. مش هنلحق نعمل حاجه. عنكم ما عملتوا اي نيله، الا انا اقوله هو اللي يتسمع وبس. مبروك يا عروسه. من فرحتها، فرحتها والله يا اخوي. مساء الفل يا ست الكل. مساء ايه؟ قول صباح. وبعدين بصراحه كده انا ما بكلمكش ليه بس؟ والله ما اعرف ان الوليه جعانه وهتعمل هلوله دي، انا خدت حته صغيره بردك. مش هرد عليك. طب ما سماح بقى ام حماده. ابعد عني يا واد بكاش انت، انا ما بكلمكش. ورحمه ابويا لا تسامحيني يا جلجله. ألف رحمة ونور تنزل عليه، وكمان بتدلعني برضك مش هكلمك. طب مش يمكن ربنا عمل كده عشان تسيب شغلانة الطبيخ دي، وربنا هو كرمك بالشغلانة الحلوة أم رزق واسع. سبحانه علام الغيوب. كنت فين يا ولا لغاية دلوقتي؟ كنت في الشغل. هكون فين يعني؟ مقرف قوي الشغل ده. الشغل ده أنت لازم تسيبه وترجع مع هدك تاني. مش هينفع. طب واصرف منين؟ زي ما كنت بتصرف الاول يا اخوي. وبعدين خلاص السنه قربت تخلص، لازم تنجح. ولا عايز حماده اما يرجع يلاقيك سقيت؟ مش لما يرجع. هيرجع، انا قلبي حاسس انه هيرجع. يلا يا دنيا، قوم نام لك ساعتين، وقبل ميعاد المعهد انا هصحيك. معهد ايه بقى؟ الساعه 5 وانا لسه ما نمتش. يا دنيا قل نومك شويه، ولما ترجع من المعهد ابقى تخمد نام، اقل يومك يتعدل بدل ما انت عامل لي زي الوطاويط كده. طب هات 20 جنيه. هو انت مش بتشتغل؟ مش قلت لي سيب الشغل. و20 جنيه ليه؟ كتير. هصور كل اللي فاتني، ولا انت عايزاني اسقط؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اهلا يا معلم رجب، اتفضل. الله، اتفضل ولا حاجه. انا بس جاي اقول لكم
اعملوا حسابكم ان انتوا معزومين على الغداء عندي النهارده. يدوم العز يا ندم يا اخويا، يدوم بس. ازاي بس يا فخري؟ احنا بديك الساعه ان احنا نبقى عيله واحده. انا مش جاي. ليه كده يا سلام يا ابني؟ طب ده العزومه دي كلها معموله عشان خاطرك انت. ما انا عارف انها عشاني. عشان كده مش جاي. خلاص. روح انت يا رجب وانا هتكلم مع سلامه. لا ما يروحش. لسه في كلمتين عايز اقولهم. لحسن يكون فاكرني عبيط ولا حاجه. لا يا ابني لا سمح الله. لا عبيط ولا حاجه. ده انت سيد الناس. استنى. في كلمتين عايز اقولهم. انا ما حدش اشتريهم غدوه. بس كنت فاكر انك هتلزق لي بنتك بالغدوه هتبقى بتحلم. انا راجل حر وما قبلش اني اتجوز واحده بعد ما الحاره كلها اتفرجت على لحمها. انا فاهم انك عايز تستر بنتك بعد الفضيحه بس مش على قفايا. اخرس يالا. بس يابا انت راجل ما صدقت وجوازي وعايز تلبسني فيها. انا كنت هتجوز غلط عشان فاكرها متربيه. لكن انت ما عرفتش تربي بنتك يا راجل. كتر خيرك بس يا سلام. بس ما كانش له لازمه يعني انك تسمعني الكلمتين دول. عن اذنك. استنى بس يا غدا. ده عيل حمار ما يعرفش اللي بيقوله. سمعت النهارده هيحطني العمر كله. ربنا يسهلك ويسهلك. السلام. السلام عليكم. ليه يا ابني تحرق دم الراجل؟ كنت تقول انك مش عاوز وانا كنت اصرفه بالحسنى. كان لازم اسمع الكلمتين دول. انا كده ارتحت. انا عايزك تكلمي شيري. عايزه ضروري. دكتور سيري مش فاضي. قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك. الواد سيري ده وهو صغير كنا رحنا راس البر نصيف. اول ما وصلنا اول يوم نزل جري على الميه. انا ما سبتوش جريت وراه بس فجاه لقيته بيقول لي بابا الحقني انا عندي كرامب في رجلي عندي عضله. طب قوم عايز اغير الملايه. استني بس اكمل لك الحكايه. انا اتخضيت عليه قوي وطلعت جري ناحيته شلته وخدته في حضني. وانا راجع ما لقيتش الارض تحت مني وقعدت اصرخ قال لهم الحقونا الحقونا احنا بنغرق والميه بتدخل في بقي بتدخل في بقي وهنغرق. حسيت سيري ده وهو صغير كان كلبوس كان تقيل. بقالي نص ساعه واقفه قدامك عايزه اغير الملايه. وبعدين ما صدقنا لقينا واحد جاي ناحيتنا ومعاه عوامه. مسكنا في العوامه وخرجنا على الشط. خلصت الحكايه؟ انا قوم بقى. لا انا مش فاهم انت ليه ما بتكلميش سيري في التليفون؟ ما قلت لك مش هينفع هو مشغول. يلا قوم قوم. استني استني يا جليله اكمل لك بقيه الحكايه. طب قوم معايا بس قوم قوم قوم. عشان كده ما كنتش عاوز تقوم يا حبيبي. لحقتش امسك نفسي. ما قدرتش اقوم. معلش ولا يهمك. يلا يلا بينا على الحمام. انا مكسوف. مكسوف مني؟ ده انا زي بنتك. انت جيت يا رجب؟ اوعى يكونوا طالعين وراك، احنا لسه قدامنا نص ساعة لغاية الغدا ما يجهز. ادلو ايه؟ ادلو ايه؟ اللي عملتيه. كل اللي عملتيه ادلو ايه اعتدال. خير يا اخوي؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ سمعت اللي عمري ما كنت اتخيل اني هسمعه. انا اتبهدلت. اتبهدلت اوي اعتدال.
ارتحتي؟ ارتحتي يا عزة لما بهدلت أبوكي؟ هو مرضيش يتجوزك، بس أنا ما مرضيش يتجوزك ببلاش يا عزة، وقال لي إن أنا معرفتش أربيكي. أنا معرفتش أربيكي يا عزة، أنا هرج علي يا بابا ما روحش السينما وقابلك فين؟ عليك وعلى روقانك. طب لما ابوها يحرج عليها ما تروحش السينما، احنا ناكل عيش منين بقى يا عطوفة؟ شكلك جعان، اجيب لك تاكل. ايه عندك ايه؟ بني عسل من امبارح وقليت دباه كمان قرنين فلفل. لا لا تعالي تعالي تعالي، سيبك من البني بقى، تعالي اقعدي اقعدي اقعدي. انا جايب كيلو كبده جملي. ايه قبها؟ نقسمه بالنص، النص العيال والنص لينا. الراجل كمان مسخني رغيفين يستاهلوا بقك تمام. منين ده كله؟ عليا النعمه. طب اتخنصر من ورايا اسماعيل. ابدا والله، ده كانوا قرشين فرق ليا عند صاحب السيبة القديم، فقلت بقى ايه ابرك وابر العيال وابر نفسي جنبكم. صاحب السلمة القديم؟ ما السيبة اتباعت، اشتريتها شركة كبيرة قوي وهتجددها بقى، ديكورات وهنزود عدد الكراسي وهترفع التذكرة من 5 جنيه ل 20 جنيه. يا لهوي 20 جنيه؟ والغلابة يخشوا السلمة ازاي؟ لا ما هو الغلابة ما بيخشوش السيمة، الغلابة بيتفرجوا على بعض. يا اخوي المهم يزودوا لك كده مرتبك زي ما هيزودوا عدد الكراسي. والله انا مستبشر خير، اصل البهوات جم كلهم لابسين بدل كده ما شاء الله، وبقى ما عدا صاحب السيما بقى هو اللي لابس شورت. يا لهوي رايح شغله بشورت؟ ده راجل نص كوم. عيبك يا عطوفة ما تهزر كده وتبقى لذيذ يعني. اربط. بقول لك ايه، انا عندي غسيل بكره مش ناقصه هدت حيل. وده عيبه بقى. يعني ايه خلاص مش هناكل؟ لا ازاي بقى، يا سلام، ده انا لما اشوفك بتاكلي انا بشبع. تعليك على كلامك الحلو يا سمعه انت يا حبيبي. يلا يلا بسم الله. مالك يا ماما؟ مفيش يا حبيبتي، روحي شوفي انتي مذاكرتك، انا بفك عن نفسي بس كده بدمعتين. معقولة يعني هروح واسيبك كده؟ صحيح مش هتسيبيني يا حورية؟ طبعا يا ماما، ما انا معاكي اهو. بكره تتجوزي وتخلفي وتتلخمي في عيالك وتنسي امك. معقولة يا ماما؟ ده انت اغلى حد عندي في الدنيا. الدنيا ما بتقعدش على حالها يا حورية، الدنيا بتغير البني ادم. وانا مش ممكن ابدا انسى انك نزلتي وسبتي بيتك واشتغلتي علشاننا. اذا كان هو نسي اللي لحقه من الغرق، انت مش هتنسي. بني ادم تقيل برضه يا بنتي. يا ماما في ايه؟ ما تفهميني ايه الحكايه؟ الحكايه ولا روايه بقى؟ يلا قومي شوفي مذاكرتك. انت زعلانه مني انا في حاجه؟ انا زعلانه من الدنيا يا حوريه. أمان عليك يا بنتي، لو كبرت وعجزت قوي ما تسيبينيش لوحدي. لا يا ماما، انت شكل حكاية الشغلانة الجديدة دي مقصرة عليكي، لو مضايقاكي سيبيها. لا حتى لو ما ادونيش فلوس مش هسيبها. للدرجة دي؟ أيوة يا حرية، أنا يا بنتي حاسة إن أنا بعمل خير لدنيتي ولآخرتي كمان. ربنا يديكي طولة العمر يا ست الكل. ادعي لي بالله احسن من كده، وانا واقفه على حالي يجي لي امر الله عشان لا اتعذب ولا اعذب حد. Who is this?
نو مين كي قاول اي ابو دي عيد بنزين خاتم بنزين اي ابو جد ابو وانت ابو وانت جوجو هدا بنزين خاتم نالس اي ابو انا اول بوجو كل قلت له قولني بعد شو الخيال الواسع اللي عندك؟ عن جد انت واحد مجنون. لا ما انا ما كانش قدامي غير حلين، يا اما اجري يا اما اعمل اخرس. تصدق انك اخرس؟ امال ايه؟ انا اصلا اخرس من صغري. دي صعبه يعني. اي حد ممكن يعمل اخرس. سوما تشيتشي حمادة وامي تشيلايك عم بيقول عنك انك ذكي حمادة بدي اعرف شو مشكلتك مع البوليس لا ابدا اصل احنا زي ما تقولي كده عندنا في مصر الناس كلها بتخاف من البوليس اول ما يشوف لجنه او كمين يحس انه عامل 100 مصيبه حمادة اذا عندك اي مشكله معه ان احنا مستعدين نساعدك ما بدنا نتفاجئ بعدين تكون مطلوب من الانتربول او عامل لك شي جريمه قتل أنا أعترف لك بكل حاجة يا ريت بيكون أحسن أنا هربان من حكم بالإعدام في جريمة قتل شو هي؟ أنت أكيد عم تمزح تحاك إيه لا طبعاً بمزح أنا راجل غلبان وماشي على قد حالي أنا ضربت الفرخة انتربول خش على الشغل بقى ادي لستة المصاريف دول ايراد الاسبوع بتاع المغسله شو هي خذ العين شاطر يا حماده والله شاطر انت تفو براتسن ايه ده دول ليا دول؟ جدوا النبي عم جورج؟ دول يجوا نص الفلوس يا عم جورج؟ نص الفلوس يا عم جورج ربنا يخليك يا رب ربنا يكرمك الدكتور اداها حقنة تهديها وقال سيبوها تنام طيب وبعدين يا رجب انت ناوي تفقدها يعني يعمل لها ايه يا اما يخش يطبطب عليها بلا كهن بنات بقولك ايه كريمة اللي تقولي كلمة عيد لا يتخش تقعدي جنب عيالك يعني كلمتها انا اللي وقفت في الزور دي لو عندها دم كانت موتت نفسها وريحتنا كريمة انا عارف كويس قوي انا ربيت بنتي ازاي وإذا كنت معرفتش أربيها ما معرفتش أربيك أنت كمان بس أنا عمري ما غلطت يا أبا وأختك كمان ما غلطتش وإن كنت زعقت لها وحبستها فأنا من قهرتي وكسرت نفسي إنما أنا من جوايا عارف ومتأكد إنها مظلومة وإذا كان جوزك وحشك روحي له وقولي له إنك اتبريتي مننا يا أبا أنا ما أقصدش حاجة أنت تخشي لأختك دلوقتي تبوسي راسها وتطبطبي عليها مش هنعلق لها المشانق كلنا عين العقل يا اخو ايه ده انت لسه ما روحتيش يا جليله اصل جهان لسه ما جاتش طب يلا
روحي عشان ما تتأخريش على أولادك، هي زمانها جاية. استنى معاك شوية عشان ما سيبكش لوحدك. من زمان لوحدي. يلا يلا عشان ما تتعبيش. سري ولا منى؟ ألو؟ لا جيهان. أيوه جيهان، ما جيتيش ليه؟ ألف سلامة عليه. طب ما تسيبيه مع مامتك. بس بصراحة ربنا كده أول مرة هتأخر كده بره البيت. طيب ربنا يطمنك عليه، مع السلامة. مالها جيهان؟ ابنها سخن ومش عارفة تسيبه لوحده، وأنا مش عارفة أعمل إيه. طب روحي أنتِ، ما تقلقيش عليا، إديني بس الدواء قبل ما تمشي. هتعرف تقعد لوحدك؟ رايا جليلة، وأنا عيل صغير ولا إيه؟ هدخل الحمام وأنت هتديني الدواء وافتحي لي التلفزيون أهو يزن جنبه خلاص. طب ما تدخل الحمام بتاعك أحسن. ده أقرب. ألو؟ أي حورية؟ لا يا حبيبتي مش هتأخر، أنا جاية في السكة. أصل الممرضة يا بنت ما جاتش. جعانة؟ طب عندك نص فرخة في فرن البوتاجاز والمكرونة في التلاجة، طلعيهم وسخنيهم وكلي. تسألي عليا عشان جعانة مش عشان تطمني عليا. يا لهوي! هو أنت مش عندك عفشك القديم من جوازتك الأولانية؟ إيه؟ بتقول ايه يا معلم؟ سمعني يا اخويا كده تاني، اصل وقعت على وداني وانا صغيره. لا بقول يعني ان احنا نوضب العفش ده، لو حاجه مكسوره فيه ولا حاجه نجيب لها نجار ونوضبه وندهنه ويبقى كانه جديد. وكمان سقتك صغيره يعني مش هتحتاج السفره، ادهنها واخدها انا. سفره ايه؟ جرايه انت وهو، انتوا بتقسموا الحاجه بتاعتي وانا قاعده؟ مش عايزين تاخدوا حتتين الصيغه بالمره انتوا هتورثوني؟ شوفوا بقى انت وهو، مفيش اشياء هتطلع من البيت ده. وانا ايش ضمني يا معلم اني بعد ما اتجوزك يا اخويا ما يحصلش بيني وبينك مشكله؟ اروح انا فين بعدها؟ هترمي في الشارع؟ يا بت حبه عليك وحبه عليك. تسلم يا ورايا الزلوط. هو مين ده اللي يسلم؟ وده انت خليك في حالك، موضوع السفره ده تشيله من دماغك خالص. شقتي يا حبيبي انت وهو هتتقفل على الحاجه اللي فيها. خلاص بقى، بصوا عشان اتخلطوا من الموضوع ده او لقوا في بعض، انا هسيبكم ومامتي. غور، انا مش عاوزك تزعلي نفسك، انا هجيب لك اوضه نوم جديده وحتتين العفش اللي عندي نوضبهم وخلاص. ماشي يا معلم، بس انا يا اخويا مش هوافق كده غميضي. ده انا لازم اجي الشقه واشوف كل حاجه بنفسي. دي تبقى سعد لما تخطب رجليك يا هتا بتشقتي. وليا طلب كمان، وطلب بقى عندي اهم من العفش ومن اي حاجه. عناية الجوز. الشقه كلها تتبيض. الشقه كلها مش كتير، انا بقول نلم المصاريف واي قرش نوفره احنا اولى بيه. ماشي يا معلم، يبقى اوضه النوم بقى تتبيض. بامبا غاليه غالية والطلب رخيص. أيوة يا جدعان، حتة كباب تدوب في البق، تقولش البهيمة اللي جاي منها حتة اللحمة دي كانت بتتغذى على الرنج يا جدع. يا ابني الإسماك بتتكلم كده على حتة اللحمة، يقول إنك بتتكلم على مزة جامدة. أحلى حاجة في الدنيا الأكل. لا طبعًا أحلى حاجة في الدنيا النسوان. طب استنى. يا هيما، أحلى حاجة في الدنيا الأكل ولا النسوان؟ النسوان طبعًا. أهو، صدق أنا غلطان، أنت لا ليك ولا في الأكل ولا في النسوان، ومحروم من الاتنين. ايه ده؟ استنى بس، استنى، انت بتضحك ليه يا ابراهيم؟ يا عم سيبه بيضحك على نفسه، هبه منه. هبه انت بقى؟ ما دام ضحكت يبقى تلم الاكل وتعمل الشاي. ايه هو ده؟ احنا اتفقنا ان اول واحد يقوم من على الاكل هو اللي يعمل الشاي، واخر واحد يلم الاكل. يا جدع انت ما عندكش دم، انا صاحب الشقه والراجل اللي دافع ثمن الكباب، يعني اقل حاجه تعملها انك تشيل الاكل بعد ما تاكل وتعمل الشاي. انت بارد ولا؟ انت بارد ولا؟ انت ما بتحسش؟ طبعا، هي عادته ولا اشتريه؟ ما كفايه بقى يا جدعان، الحكايه غتتت على الاخر. الله الله الله، مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. اشرب من البحر. طب انا همشي. سكة السلامة يا حبيبي. لا سكة اللي يروح ما يرجعش يا اخوي. سكة السلامة يا جميل. يا اخي بس احنا كده تقلنا عليه قوي. وايه يعني؟ هو ساعة ولا اتنين وتلاقيه راجع، هو ليه مات غير هنا؟ سلامتك. أنا خلاص
بعد شرفة بحاجة يا بلد. ما تقولش كده، ناس كتير قوي بتقع في الحمام. أنا مش عارف ليه الموت ده يعني. أي حاجة ما تجيش في ميعادها تبقى وحشة، حتى الموت. ما تقولش كده، أمال يا دكتور. يوه، ده أنا نسيت حورية بنتي على التليفون. هخرج أكلمها وأجيلك. لا، ما تسيبينيش، كلميها من التليفون ده. قفلت. هطلع بره احط السماعه واجي اكلمها من هنا. لا لا معلش، انا اصلي خايف. اقولك على حاجه، كلميها من الموبايل ده. انا اصلي حاطط التليفون والموبايل جنبي علشان ولادي يكلموني، بس برضه محدش بيكلمني. الو، ايوه حورية. لا الحمد لله جت سليمه. اصل لما اجي هبقى احكي لك. ايه؟ لا شكلي هبات هنا النهارده. اخوكي رجع؟ طب اقفلي على نفسك بالمفتاح، ولما يجي يفتح بمفتاحه. طيب يا حبيبتي، لو عايزتي حاجه كلميني، انا سهرانه. معلش يا جليله، خدتك من ولادك. اصل انا النهارده الموت بيخايلني. سلام القول من رب الرحيم. ما تقولش كده يا دكتور. الدنيا دي رحله عجيبه. انا عشت حياتي كويس، كويس اوي. طول عمري كنت بني ادم ناجح، النجاح بيجيب نجاح. النجاح بيخلي الإنسان أشد وأقوى. أنا كنت شديد على كل اللي حواليا، ما كنتش أعرف إن الدنيا هتلف اللفة دي. وبعد ما كان الكل محتاجني، بقيت أنا محتاج لأي حد.